من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا حول باب أن الأئمة هم أركان الأرض من كتاب الكافي الشريف في الحديث الثالث من هذا الباب الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يروي عن جده أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعض فضائله، لأن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أحيانًا كان يضطر لأن يبين بعض فضائله لا للتبجح بها ولا للفخر بها. وإنما لهداية الناس وإرشادهم، لأن الله سبحانه وتعالى جعله باب علم النبي صلى الله عليه واله، وأمر الناس باتباعه، فلذا أمير المؤمنين كان يريد أن يرشدهم إلى باب الله سبحانه وتعالى، فلذلك بين بعضا من فضائله، وفي حديث آخر سئل الإمام عليه الصلاة والسلام عن أمر فقال: إن تزكية المرء نفسه قبيحة كما يقول الله سبحانه وتعالى لا تزكوا أنفسكم ولكن أحيانا يضطر الإنسان لهداية الناس أن يبين بعض فضائله لا لتزكية نفسه وإنما لهدايتهم فهنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يبين بعضا من ذلك وقد مر في حديث اخر عن الامام الصادق هذه المضامين ايضا يرويها عن امير المؤمنين، لكن باعتبار الاختلاف في بعض الالفاظ، وايضا بيان هذه الفضائل مره اخرى ولو بطريقه اخرى ومن زاويه اخرى ولا باس به، لان ذكرهم نور وفيه الثواب. يقول امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام: انا قسيم الله بين الجنه والنار. لا يدخلها داخل إلا على حد قسمي وأنا الفاروق فاروق الأكبر وأنا الإمام لمن بعدي والمؤدي عمن كان قبلي لا, يتقدم لا يتقدمني أحد إلا أحمد وإني وإياه على سبيل واحد إلا أنه هو المدعو باسمه وأيضا الحديث يستمر كما سنصل إليه في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى انا قسيم الله بين الجنه والنار الرسول صلى الله عليه واله قال لا يحب علي الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق فهو بهذا المعنى قسيم الجنه والنار من احبه فهو مؤمن ومن ابغضه فهو منافق والمؤمن مكانه في الجنه والمنافق مكانه في النار فبهذا المعنى صار قسيما للجنه والنهر. وايضا الائمه وعلى راسهم امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام هؤلاء يقفون على الاعراف، وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم بامر من الله سبحانه وتعالى. يحاسبون الناس بامر من الله سبحانه وتعالى ثم يامرون اهل الجنه بدخول الجنه واهل النار بدخول النار طبعا مهمه الرسول صلى الله عليه واله مهمه اعظم من مهمه الائمه في يوم القيامه كما ذكرناه في بعض مباحثنا السابقه فايضا بهذا المعنى امير المؤمنين ايضا قسيم للجنه والنار، لانه بإذن وبامر من الله سبحانه وتعالى يميز المنافقين عن المؤمنين، وكما روت العامه ايضا يذود رجل بعض اصحاب الرسول من على الحوض لانهم غيروا وبدلوا من بعده، كما روى قريب من هذا هذه الالفاظ. بهذا المعنى البخاري في الصحيح عند العامة فبهذا المعنى كان قسيما للجنه وللنار وايضا اذا واحد اتبع امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام فيما امر واعتقد بامامته فهو من اهل الجنه واذا خالف امير المؤمنين ولم يعتقد به وناصبه الاعداء فهو من اهل النار فبهذا المعنى ايضا هو قسيم للجنه وللنار. وهنا امير المؤمنين يريد ان يبين ان هذه القسمه وان كونه قسيما للجنه والنار هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى. يعني الله هو الذي جعله. طبعا الله حكيم وجعله ليست من دون حكمه. لأن أمير المؤمنين بدرجة وبمنزلة له القابلية لأن يتحمل هذه المسؤولية بأمر من الله سبحانه وتعالى. أنا قسيم الله، يعني قسيم من جهة الله سبحانه وتعالى، هذه الإضافة بمعنى من قسيم من الله بين الجنة والنار، لا يدخلها يعني يدخل الجنة والنار هذا المجموع فرض كواحد لذا كان الضمير مفرد طبعا في بعض النسخ لا يدخلهما داخل إلى إلا على حد قسمي يعني على الطريق الطريقة التي أنا أقسم أقول أدخل يا فلان الجنة وأدخل يا فلان النار وأنا الفاروق الأكبر الفاروق الأكبر هو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب وهذا المعنى أيضا روته العامة في كتبها الحاكم في المستدرك وصحح هذا الحديث يعني هذا الحديث أيضا هذا القسم ورد في كتب العامة أمير المؤمنين هو الفاروق الأكبر الفاروق صيغة مبالغة بمعنى أنه يفرق بين الحق والباطل أنت الآن تحيرت هنا طريقان طريق ذهب فيه علي عليه السلام وطريق ذهب فيه معاوية مثلا في معركة الصفين هنا الفاروق هو علي بن أبي طالب تجد في أي مكان يقف الإمام علي عليه السلام فهو الحق والجهة المقابلة هي الباطل لذلك حتى العامة رووا هذا الحديث بالنسبة إلى عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليهما ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعوه إلى النار يدعوهم إلى الجنة يعني إلى طاعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبذلك يصلون إلى الجنة أو بقتال علي بن أبي طالب عليه السلام، وبذلك يصلون إلى النار. الفئة الباغية وقفت أمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. فعلي هو الفاروق الأكبر، إذا اختلف الصحابة في شيء، فأبدوا آراء مختلفة، الرأي الصحيح هو رأي الرأي الذي يبينه الإمام علي بن أبي طالب وهذا يستدل له بأدلة مختلفة منها ما ذكرناه سابقا حديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض إذا أخطأ ففي خطأه افترق عن القرآن والرسول يقول وأنهما لن يفترقا فإذا قال قولا فهذا القول متطابق مع القرآن، وإذا كان متطابقا مع القرآن يعني كلام حق، لأن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم بعد ذلك يقول: وأنا الإمام لمن بعدي. يعني الأئمة الذين هم بعد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إمامهم علي بن أبي طالب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وكذلك سائر الناس يعني الناس الذين يعيشون في كانوا يعيشون في زمان الائمه يجب عليهم ان يعتقدوا بامام زمانهم وان يعتقدوا بالائمه من قبله وعلى راسهم امير المؤمنين امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام وانا الامام لمن بعدي ولذلك كان عند الائمه عليهم الصلاه والسلام كتاب علي لان هناك كتابان كتاب علي ومصحف فاطمه مصحف فاطمه شنو هو كتاب وسمي مصحفا بالمعنى اللغوي يعني الصحف مجموعه صحف يعني صفحات اوراق مجموعه في مكان واحد فهذه مما حدثتها بها الملائكه وليست هي قرانا لان الملائكه حدثوا مريم سلام الله عليها من الامم السابقه وحدثوا فاطمه وهي سيده نساء العالمين من هذه الامه فكانت هذه الكلمات يكتبها امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ومصحف فاطمه فيه الاخبار مما كان وما يكون وما هو كائن الى يوم القيامه. عندنا كتاب ثاني هو كتاب علي كتاب علي هو من املاء الرسول، يعني الرسول كان يبين الاحكام صلى الله عليه واله وامير المؤمنين يكتب تلك الاحكام. وهذا فيه جميع الاحكام الشرعيه. الى يوم القيامه، شنو حكم الناس يحتاجونه؟ هذا موجود. وهذان الكتابان، كتاب علي ومصحف فاطمه، كان يتوارثها كان يتوارثهما الأئمة عليهم الصلاة والسلام وهما الآن عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وفي بعض الأحاديث في المسائل الفقهية مذكور أن الإمام يقول وجدت في كتاب علي فعلى كل حال فهو الإمام لمن بعده يعني ما قاله هو قول الرسول وقول الرسول هو قول الله سبحانه وتعالى فيجب ان يتبعوه في ذلك. وكذلك سائر الناس، يعني الان نحن في هذا الزمان نعتقد بامام زماننا الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويجب علينا ان نعتقد بالائمه الذين من قبله من امير المؤمنين الى الامام الحسن العسكري ايضا اضافه الى اعتقادنا بالامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. والمؤدي عمن كان قبلي، يعني هو امام لمن بعده وهو الذي ادى عمن كان قبله. من كان قبله؟ يعني المؤدي عن الانبياء. عن الاوصياء وخاصه عن رسول الله محمد صلى الله عليه واله ادى شنو؟ مهام التبليغ. لان الانبياء كل واحد حينما يتوفاه الله سبحانه وتعالى هذه الامانه ينقلها الى من بعده. من الانبياء او الاوصياء فهذه الامانه كانت عند امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام. وبالنسبه الى الرسول صلى الله عليه واله بالاضافه الى اداء مهام التبليغ حتى كثير من الامور الشخصيه يعني ديون الرسول صلى الله عليه واله اداها امير المؤمنين عليه السلام. المواعيد التي وعدها الرسول صلى الله عليه واله كان يعد الناس بوعود خاصة الوعود المالية المادية أحيانا لم يكن يتوفر مال عند الرسول صلى الله عليه واله كان يعد فلان وفلان أنه مثلا حينما يتوفر المال سأعطيك كذا وكذا والرسول يفي بوعده لأن المؤمن إذا وعد وفى والرسول صلى الله عليه واله هو سيد المؤمنين زين الوعود التي لم يحن وقتها لم يحن وقتها او لم يتمكن الرسول من الوفاء بها بسبب ان وقتها لم تحن او لاي سبب اخر وصى امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام لكي يؤدي تلك الديون فامير المؤمنين هو المؤدي عمن قبله لا يتقدمني احد الا احمد صلى الله عليه واله يعني من جميع خلق الله افضل الخلق هو رسول الله محمد ومن بعد الرسول محمد افضل الخلق هو الامام علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام هو افضل حتى من الانبياء ودلت على ذلك الادله المعتبره الصحيحه من جمله الادله نشير الى دليل واحد وقد ذكرناه فيما مضى الحديث التي الذي روته العامه ايضا الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه وابوهما خير منهما زين اهل الجنه كلهم شباب بما فيهم الانبياء الانبياء في الجنه وهم شباب الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه يعني هؤلاء ساده حتى على الانبياء لان الانبياء ايضا من شباب اهل الجنه ثم يقول الرسول وابوهما خير منهما هما لا يسودان على ابيهما. فالحسن والحسين سيدا الجميع بما فيهم الانبياء باستثناء الرسول محمد صلى الله عليه واله فهو افضل الجميع. وابوهما خير منهما يعني ابوهما افضل من سائر الانبياء ايضا. لانه خير منهما وهما سيدا شباب اهل الجنه. لا يتقدمني احد الا احمد. وانا واياه لعلى سبيل واحد إلا أنه هو المدعو باسمه هذا القسم من هذا الحديث في احتمالان الاحتمال الأول أن يراد أن نورهما كان واحدا أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى دلت بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى خلق نورا وهذا النور واحد ادخله في صلب ادم وكان هذا النور ينتقل من صلب طاهر الى رحم طاهر الى صلب شامخ الى رحم طاهر وتأويل الايه وتقلبك في الساجدين يعني اباء الرسول صلى الله عليه واله لان كلهم كانوا مؤمنين موحدين ليس في اباء الرسول من كان كافرا او مشركا وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على رسوله وعليهم لان هذا النور الطاهر لا يكون الا في صلب شامخ مؤمن ورحم طاهر فالله سبحانه وتعالى كما طهر اباء الرسول وامهات الرسول الى ادم والى حواء من الشرك كذلك طهرهم من العهر ايضا اشهد انك كنت نورا في الاصلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجسك الجاهليه بانجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها كما في زياره الامام الحسين عليه الصلاه والسلام فالله سبحانه وتعالى جعل هذا النور وهو نور واحد في صلب ادم فانتقل الى ان وصل الى صلب عبد المطلب في صلب عبد المطلب انقلب قسمين. قسم في ابي طالب وقسم في عبد الله. ابو طالب والد امير المؤمنين عليه السلام وعبد الله والد الرسول صلى الله عليه واله. ثم هذا النور انتقل من الرسول الى فاطمه ومن ابي طالب الى علي, علي عليهم السلام جميعا ثم اجتمع النور أيضا في الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام لذا يقول وإني وإياه لعلى سبيل واحد هذا احتمال الاحتمال الآخر أن يراد بهذا الحديث بهذا المقطع من هذا الحديث أن أمير المؤمنين على نفس السبيل والمنهج الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله لم يغير ولم يبدل كنت أتبعه اتباع الفصيل اثر امه ولذلك امير المؤمنين في مده حكومته الظاهريه سار بنفس سيره الرسول صلى الله عليه واله ولم يغير فيها قيد انمله واني واياه لعلى سبيل واحد الا انه هو المدعو باسمه يعني هو محمد صلى الله عليه واله وانا علي عليه الصلاه والسلام والا السيره واحده والنور كان واحدا هذا مقطع من كلام امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام المقطع الثاني من كلامه يقول ولقد اعطيت الست علم المنايا والبلايا والوصايا وفصل الخطاب واني لصاحب الكرات ودوله الدول وإني لصاحب العصا والميسم والدابة التي تكلم الناس. هذه ستة أمور. أولاً علم المنايا والبلايا. ثانياً الوصايا. ثالثاً فصل الخطاب. رابعاً صاحب الكرات. خامساً صاحب دولة الدول. سادسا صاحب العصا والميسم ودابة الارض. هذه ستة امور امير المؤمنين قد اعطيها او اعطي اياها. اولا علم المنايا والبلايا، يعني الرسول صلى الله عليه واله علم امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام علم المنايا. من يموت متى يموت وكيف يموت. وعلم البلايا اية مصائب تنزل في المستقبل على الناس، الله علم الرسول والرسول علمها امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام، وامير المؤمنين ذكر بعضها لبعض خلص اصحابه واحيانا على المنبر ايضا. هذا اولا. ثانيا الوصايا يعني اعطيت الوصايا يعني ما اوصى بها الانبياء الى الرسول صلى الله عليه واله، لذا مواريث الانبياء هذه اجتمعت عند امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام، يعني كانت مجتمعه عند الرسول ومنه الى امير المؤمنين، هذه الوصيه في الامور الماديه كعصا موسى وخاتم سليمان وما الى ذلك. وكذلك الوصيه في الامور المعنويه، كما قال الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك. وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى هذه كلها اجتمعت عند الرسول ومن الرسول انتقلت الى امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام هذا ثانيا ثالثا وفصل الخطاب يعني اعطيته فصل الخطاب هذا من اضافه الصفه الى الموصوف يعني الخطاب الفاصل سواء في القضاء كما قال الرسول صلى الله عليه واله اقضاكم علي او في سائر الامور ودولة الدول يعني أعطيت دولة الدول وقبل ذلك وإني لصاحب الكرات صاحب الكرات يعني كرار غير فرار كما قال الرسول في غزوة الخندق لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار يعني يكثر الكر على الاعداء في الغزوات ويمكن ان يراد بالكرات الرجعات الى الدنيا يعني امير المؤمنين الله سبحانه وتعالى يحييه في الرجعه مرات متعدده وايضا امير المؤمنين يقول ودوله الدول يعني اني صاحب دوله الدول الدوله يعني الغلبه في الحروب حروب الرسول صلى الله عليه وآله الفتح كان بيد أمير المؤمنين في غزوة بادر قتل من المشركين سبعون شخصا ونصف هؤلاء قتلوا بسيف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد قتل مجموعة من المشركين والكثير منهم قتل بسيف علي بن أبي طالب وكذلك في الخندق قتل عمرو بن عبد ود بسيف امير المؤمنين، وهكذا في سائر الحروب. الفتوح كانت بيده وعلى يده. في غزوه الخندق حينما رجع الاول يجبن اصحابه ويجبنونه، ورجع الثاني يجبن اصحابه ويجبنونه. الرسول صلى الله عليه واله اعطاه الرايه، اعطى عليا عليه السلام الرايه، قال لاعطين الرايه غدا كما قرانا الحديث كرار غير فرار. وكان الفتح بيده. وأيضا يمكن أن يراد دولة الدول في عهد الرجعة لأنه الدولة في زمان المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وحينما يرجع الأئمة واحداً واحداً هذه ستكون عامة دولة الحق على جميع الكرة الأرضية. وهي دولة الدول، يعني أهم الدول في العالم. دولة واحدة في كل الأرض وكل مكان من الأرض كل بيت دخله عادل هذه الدولة. واني لصاحب العصا والميسم او الميسم والدابة التي تكلم الناس. امير المؤمنين صاحب العصا يعني عصا موسى عليه الصلاة والسلام بيده يتمكن باذن الله ان يفعل بهذه العصا كما صنع موسى عليه الصلاة والسلام. والميسم او الميسم يعني الوسم الذي يوسم به الناس على جباههم هذا قبل قيام القيامه حينما يرتفع التكليف وبعده الله سبحانه وتعالى يأمر اسرافيل بالنفخ في الصور كل مؤمن على جبهته يختم بختم انه مؤمن وكل منافق او كافر يختم على جبهته انه منافق او كافر صاحب الميسم يعني الله يعطي هذا الميسم الذي يجعل العلامه على الجباه يعطيه بيد امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام. وايضا امير المؤمنين صاحب الدابه التي تكلم الناس. الله سبحانه وتعالى في القران يقول: واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون. زين هذه الدابه صاحبها امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام يعني الله سبحانه وتعالى يجعل زمام هذه الدابه بيد امير المؤمنين فهو يامرها وينهاها وتتكلم حينما يامرها امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام باذن وبامر من الله سبحانه وتعالى. طبعا البعض يفسر هذه الكلمه أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو المعني بهذه الآية، ليس بمعنى صاحب الدابة وإنما هو الدابة، طبعا الدابة بالمعنى اللغوي وكلام القرآن لا يُحمل على اصطلاحاتنا المتأخرة يُحمل على المعنى الذي كان مصطلحا في زمان الرسول صلى الله عليه واله الدابة في اللغة كل موجود يدب على وجه الأرض أن يعني يتحرك على وجه الارض سواء كان انسانا او حيوانا. على الطيور لا يطلق كلمة الداب لانها تطير لا تمشي على الارض. على الاسماك ايضا لا يطلق دابة لانها لا تدب على الارض وانما تسبح في المياه. الله سبحانه وتعالى يقول: والله خلق كل دابة من ماء. هنا هذا يشمل حتى الانسان. فمنهم من يمشي على بطنه كالحيه والزواحف ومنهم من يمشي على رجلين كالانسان ومنهم من يمشي على اربع كالانعام الثلاثه مثلا وكثير من الحيوانات. آيه اخرى الله سبحانه وتعالى يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه. بعض المفسرين يقول المراد من دابة يعني من انسان وبعض المفسرين قالوا لا من دابة يشمل الانسان وغير الانسان فالدابة في اللغة العربية والمصطلح في زمان الرسول صلى الله عليه واله الموجود الذي يدب على وجه الارض سواء كان انسانا او لم يكن انسانا فاذا هذه الآية وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، إذا فسرنا هذه الدابة بإنسان حسب المعنى اللغوي لا إشكال فيه، لكن نحن نرجح أن الدابة هنا مكسورة عطف على العصا والميسم، يعني وإني لصاحب العصا والميسم والدابة التي تكلم الناس، يعني أنا صاحب تلك الدابة، كل ذلك بإذن من الله سبحانه وتعالى زين هذه الفضائل إذا ثبتت لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الأدلة الصحيحة وكلها بإذن الله سبحانه وتعالى فلا غلو فيها بل هو إثبات لعظمة الله سبحانه وتعالى ولقدرته وإذا نحن أذعنا بهذه الفضائل فاتباعنا لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يكون أسهل لأن نعلم بأنه إمام منصوب من قبل الله معصوم فنتبعه في كل ما قاله فنطيع قول الله سبحانه وتعالى أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين